كما استقبل صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديفيد نو بالعاصمة الإيطالية روما وفدا من منظمة سي جيديو العالمية، وتناول اللقاء عدد من القضايا بجمهورية إفريقيا الوسطى. تقرير عائشة خليل بلال. إقامته بالعاصمة الإيطالية روما، استقبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديفيد نو بمقر إقامته وفد من منظمة سي إي جي ديو بقيادة أبير إنجيلو رومانو وفد مكتب العلاقات العالمية. اللقاء كان بحضور وزير الدفاع الجنرال بشار عيسى جاد الله والأمين العام برئاسة الجمهورية ناغوم ياماسوم ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي حسين إبراهيم طه وسيد جدي صالح كيدلا المستشار المكلف بالأمن برئاسة الجمهورية. السعي إلى إيجاد حل سلمي للفرقاء في جمهورية إفريقيا الوسطى، هذا هو بيت القصيد من هذه المقابلة. اللقاء الذي دام قرابة الساعة تناول من خلاله السيد بيير إنجيلو المسائل التي قاموا بها وتدخلهم الشخصي في قضية جمهورية إفريقيا الوسطى، ذلك من أجل إرجاع أبناء جمهورية إفريقيا الوسطى إلى الشرعية. كما ذكر السيد بيير إن دولة تشاد تعتبر جارة لجمهورية إفريقيا الوسطى، لهذا السبب أتينا لرئيس الجمهورية من أجل أخذ الخبرة والنصائح من فخامة رئيس الجمهورية. من جهته فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديفيد نو شجع هذه الفكرة القيمة التي قاموا بها من أجل التدخل لإيجاد حل للمشاكل الدائرة والانقسامات في جمهورية إفريقيا الوسطى. والجدير بالذكر إن منظمة سي إي جي ديو منظمة مسيحية كاثوليكية أسست عام 1968 بروما وتهدف إلى حل جميع المشاكل العالمية، والآن تتواجد هذه المنظمة الإنسانية في العاصمة بانجي منذ اندلاع الحرب في جمهورية إفريقيا الوسطى.